افتتح وزير العمل والتنميه الاجتماعيه جميل بن محمد علي حميدان فعاليات معرض التوظيف في القطاع الطبي الذي تستمر اعماله لمده ثلاثه ايام متتاليه. 37 منشاه من مختلف القطاعات الطبيه في القطاع الخاص طرحت ما يزيد على 400 شاغر وظيفي تتعلق في مجال الطب والتمريض والمهن الطبيه المساعده لعرضها امام جموع المقبلين من الباحثين عن العمل في هذه التخصصات. اقصاء لمعادله بذل المزيد من الوقت والجهد مهمه اوكل الى نفسه امضاءها معرض التوظيف في القطاع الطبي ليفسح المجال امام الباحثين عن عمل من حديثي التخرج في ايجاد الشاغر الوظيفي الذي يتناسب مع طبيعه المؤهلات التي يمتلكونها بالشكل الذي يلبي حاجه سوق المجال الطبي لها الفكره ان احنا نتوسع في مثل هذه المعارض يعني كل مره نختار قطاع من القطاعات المتخصصه لكي ننهي الفجوه بين متطلبات سوق العمل وبين رغبه الباحثين عن عمل في المعروضه لله الحمد يعني ذات مردود مالي و... ووظائف نوعية متخصصة في القطاع الطبي لذلك أنا أتمنى من الباحثين عن عمل المسجلين وخاصة الذين يحملون مؤهلات طبية أن يستفيدوا قدر المستطاع من هذه الوظائف أربعمائة شاغر وظيفي ضمتها أروقة سبع وثلاثين منشأة من مختلف القطاعات الطبية في القطاع الخاص احتوتها زوايا معرض التوظيف التي عجت بركب المتوسمين خيرا في قرب اتضاح ملامح مستقبلهم المتلالئ حاول ان نوازي ما بين تطلعات الموظف المتقدم الجديد مع متطلبات سوق العمل الموجوده عندنا في البلد ونوازي بينهم بحيث ان يوصل الموظف يكون مهيئ نفسيا لاستقبال الوظيفه اشتركنا فيه علشان نعرض في لان في وظائف يعني الاجانب فيها بس احنا نفضل انه يكون البحريني لان الاولويه حق المواطن اعول على كل معرض صراحه دائما يكون عندي امل <applause> لازم يعني لازم يكون امل موجود اكيد لها اهميه ان توفر وقت وان معرض ان المعرض يتكون من اماكن كثيره حق تقدم فيها وظائف تختصر عليك وقت وجهد رغبتي تتحقق ان شاء الله معاهم في مجال بس على الخدمات الطبيه وفي مجال الاستقبال لانه انا أحمد الشغلات او عيادات المستشفيات بانواعها ابراز مكثف لحجم الخبرات وفنون ستطرح في الأجواء تتقن لغة التسويق واستمالة المؤسسات الطبية لحجز مكان لها في الاختصاص المطلوب، فالكرة في ملعب الباحث عن الوظيفة، والاحتراف في تسجيل الهدف الأسرع مطلب كل متقدم. عملية إخلاء ناجحة تكفلت بالقيام بها وزارة العمل بتحرير الرهائن المختصين في مجالات القطاع الطبي ممن انتهبت امالهم على أيدي البطالة التي كانت جاثمة على أنفاس رغباتهم المتمثلة في إيجاد الوظيفة الأنسب التي تتواءم وحجم طموحاتهم المتمحورة حول حسن العائد المادي من جهة وأفضلية الشاغر الوظيفي من جهة أخرى لتلفزيون البحرين محمد رشيدات